عن بيع العملات الأجنبية مع التفاضل، ما هو رأيكم فيه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيع العملات بعضها ببعض هذا يسمى بالصرف، أي تحويل عملة إلى عملة أخرى. فإن كانت هذه العملات من جنس واحد كالعملة السعودية بعملة سعودية، أو الدولار الأمريكي بدولار أمريكي، أو الجنيه الإنجليزي بجنيه إنجليزي، واتحد الجنس بين هذه العملات، فلا بد من أمرين. الأمر الأول التساوي في المقدار، فلا يكون بينها تفاضل، والأمر الثاني التقابض في المبيع. فإن اختل شرط من هذه الشرطين صار ذلك من الربا المحرم. فإن كان فيها تفاضل كان ربا فضل، وإن كان فيها نسيئة مع التساوي فهذا ربا نسيئة، يعني إن كان فيها تأجيل مع التساوي فهذا ربا نسيئة. أما إذا اختلف جنس العملات بأن بيعت العملة الأمريكية بعملة سعودية أو العكس، فإنه يشترط فيها شرط واحد وهو التقابض في المجلس، ويجوز التفاضل. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اتضح لنا من ذلك أن بيع العملات بعضها ببعض يشترط فيه التقابض مطلقا، سواء اتحد الجنس أو اختلف. وأما التفاضل فإنما يحرم مع اتحاد الجنس ويجوز مع اختلاف الجنس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.